هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا كالمعتاد بأبرز الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي من أهمها استعراض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتقرير الأونكتاد اللي أكد بأن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022. كمان امبارح وزارة الداخلية أعلنت عن طرح عبوات غذائية بأسعار مخفضة بتصل ل 50% في المناطق الأكثر احتياجا بكافة المحافظات. وكمان مصر للطيران قامت بتسيير 20 رحلة لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق التقرير اللي جاي. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير وإنفوجرافات بتوضح الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، واللي تضمن الموافقة على عدد من القرارات فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات اللي عقدها دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير الأونكتاد اللي أكد أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية لعام 2022، وده بشهادة التقارير الدولية. كمان لفت التقرير إلى أن القارة الإفريقية شهدت زيادة في أعداد المشروعات الخضراء بنسبة وصلت ل 39% في عام 2022، مدفوعة بمضاعفة أعداد المشروعات الخضراء في مصر وزيادة تلك المشروعات في دول أخرى زي جنوب إفريقيا والمغرب وكينيا. امبارح طرحت وزارة الداخلية عبوات غذائية بأسعار مخفضة تصل ل 50% عن مثيلتها بالأسواق، وده في المناطق الأكثر احتياجاً بكافة أنحاء الجمهورية. وتولي وزارة الداخلية اهتمام خاص بملف الأمن الإنساني من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية ليهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى. امبارح سيرت مصر للطيران 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، بواقع 11 رحلة من جدة وسبع رحلات من المدينة ورحلة من جدة لأسوان وأخرى من جدة إلى باماكو لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية والأجانب. أما بالنسبة للأخبار اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، فتم الانتهاء من إنشاء وتطوير 8 نقاط إسعاف بقرى حياة كريمة في الغربية. أما في كفر الشيخ فتم تقديم الخدمات الطبية ل 166 ألف مواطن، وده ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صح. كمان في سوهاج تم تشغيل 16 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة بتصل لمليار و600 مليون جنيه. وفي أسيوط تم إنشاء مجمع تدوير المخلفات الصلبة بتكلفة بتصل ل 200 مليون جنيه. تفاصيل أكتر في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الغربية تم الانتهاء من بناء وتطوير ورفع كفاءة 8 وحدات إسعاف ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بقرى مركز زفتة، وده بإجمالي تكلفة 18 مليون جنيه. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة أن حملة 100 يوم صحة بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية قدمت الخدمات الطبية ل 166 ألف مواطن بقرى ومدن المحافظة. في أسيوط بتشهد المحافظة تنفيذ مشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة على مساحة 25 فدان بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم بتكلفة تقديرية تقارب 200 مليون جنيه، وده بيعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية بأحدث تكنولوجيا وتصميمات عالمية، وبيتم تنفيذه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة بطاقة 300 طن يومياً لخدمة المراكز الجنوبية الغربية من المحافظة. في البحر الأحمر بيستعد مطار مرسى علم الدولي الأسبوع الجاري بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة لاستقبال 132 رحلة طيران دولية، وده بعد ارتفاع معدلات الوصول عن الأسبوع الماضي بواقع 9 رحلات، وبيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على السياح فور وصولهم للمطار. في الشرقية أعلنت مديرية الصحة عن تشغيل الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة وللكشف المبكر عن سرطان الثدي الموجودة داخل مستشفى بلبيس المركزي لإجراء كافة الفحوصات الطبية للسيدات وإحالة المشتبه في إصابتهم بأورام الثدي لمستشفيات الإحالة لتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة ليهم.
في قنا شهدت المحافظة إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعي نقي أورجانيك عالي الجودة بمشروع تربية النحل وإنتاج العسل بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنى، ويتم إنتاجه عن طريق النحل اللي بيجمع الرحيق من أزهار النباتات المختلفة بمشروعات الأمن الغذائي. في سوهاج قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإنهاء 16 مشروع خلال العام المالي 2022-2023 وتسليمها لدخولها الخدمة، منها 6 مشروعات مياه شرب و10 مشروعات صرف صحي بتكلفة 1,600,000,000 جنيه، استفاد منها 2,528,000 مواطن بمختلف مدن وقرى المحافظة. فأسوان شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة تنفيذ أعمال زراعة 10,165 شجرة متنوعة ما بين أشجار مثمرة وأشجار ظل بنسبة 97.5% من المستهدف، وده ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.